يحييكم يعطيكم العافية. الله يعافيك. وهذا شاعركم ومشاعركم ومعاني البرنامج كله في عند عبد الله رزق. الله يبيض وجهك مع كلامكم الطيب. والله لا يهمك ولا أنت. ولا أنت. بالتوفيق بالتوفيق يا عبد الله. إن شاء الله طيب. قصيدها بوجهك بس. كفو. الله ما اسمعي. كفو. والله ما اسمعي. الله يوفقك. كفو. الله يسعدك. فقيدة والله فقيدة يا عبد الله. بالتوفيق يا حبيبي. بالتوفيق. الله يوفقك. يحفظك. تمام الله. يعطيكم العافية يا شباب. الله يستر عليكم في أمان الله. في رعاية الله يا أبو علي. وياك إن شاء الله. رفيقي اللي غير عن كل الرفاق أجمل ليالي الوقت نقضيها معا ليت الزمان يعود في نفس السياق واروي وجوهنا كل ساعة. إن شاء الله أنتم محبوبين. أنا شفت المقطع الكبيرة والله العظيم أني تأثر ودلكم لكم ناس يحبونكم كبار وصغار. الله الحمد لله. الله ان شاء الله يحفظكم. والله العظيم زين السيده فيه زمان مثل تقول تسوزك سيدنا ابو الامر. الله يطول عمرك ابو الله. الله الله يطول عمرك. والله اذا ما بدك تفصل بدك تفتح توقف. الله يطول عمرك. طيب لازم تزوره. طيب باذن الحين لازم تزوره الطفل ده. لازم تجيه يبيها وعد. اسمها ايوب. ايوب ايه اخذ رقمه. اخذ رقمه من الاعداد. انا ان شاء الله بتواصل معه. ايه لازم تتواصل. الله يبيض وجهك ان شاء الله. ما تقدر تسوزك سيدنا موجود. اللي معه ايوب ما يبي ولا في ولا. ما اسمحي عندكم كلمة. ما اسمحي. الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله ويوفقكم. اللي ما بعد خلوه يجي يا حيان. أفا يا أبو سابر. أفا يا أبو سابر. الليلة إن شاء الله نتكلم أبو الجميع. سابر الليلة إن شاء الله ولا بكرة. الله اللي بفكرته. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. كيف تفضل فادي أبو سابر. الإنسان يخطي لكن أنا بالنسبة لي أعتذر منه اعتذار شديد لو في يوم من الأيام أخطيت عليه. اللي بقوله
اللي بقوله بيض له وجهه راعي المقطع قبيل عيوب ان شاء الله اني باصله يا فيصل وين فيصل ان شاء الله اني باصله واتواصل معه والله ان شاء الله يجعلنا وياكم من المقبولين والمحبوبين وهذا اللي نتمناه ان حتى صغار السن متاثرين في المقطع او في الحدث اللي صار الله يبيض وجيههم ويجعلنا ان شاء الله عند الظن والهقوه مني انا لاداره قناه الواقع شكرا جزيلا من معدين من ما ادري ايش اقول لكن شكرا لكم على ظهور عبد الله الرزقي في شاشه قناه الواقع اما من جهه اخواني المتسابقين المشاعر متبادله سامحوني والله ان شاء الله يبيض وجيهكم وسلموني عليكم الينا القى انا اليوم كنت العصر في الغرفه اكتب قصيده كان عبد الله الرزقي نايم غرمي في الغرفه وصدقا طالعت فيه وتاملت يمكن دقيقه حبيت اقول هالكلام هذا يكون اخر شيء في خاطري كاني جالس في البيت مع غازي مع عبد العزيز مع الله يعزك مع واحد من اخواني رجل ابيض سرير جدا يعني هذا صفه ما بالكل يعني يملكها في هالوقت فاحنا بنخسرك الله يطول وبنفقدك في هالفتره اللي احنا فيها المكان كله بيفقدك لك ذكريات جميله جدا ومشرفه لنا جميعا اسال الله بمنه وفضله ان يسخر لك الارض ومن عليها اللهم وتحقق مبتغاك ونشوفك ناجح وشبعان الدنيا مثل ما شبعان مراجلي الله يعزك ويطول عمرك ولا عليك سود وبيض وجهك على كل حال كبير الله يسر في دربك وياك ان شاء الله في خير يا عبد الله يا رب اللهم امين والحروف تسابق مرة كلها تسابق اللي مرة تنقى لك النقم والكلام ريال شفنا منك الشهامة والكرم والمراجل والشاهد الله انه بكل حضور لضيوف من ضيوف البرنامج ان انا اذكر لك وقفتك توقف طال عمرك في الترحيب وتوقف بالجلسة وتوقف بالقصيد اللي بيض الوجه واللي نجمل واللي نقدمك فيه قدامنا الحين كلنا كل الله يطول عمرك كلنا هني مع ان هني اغلبية تمشي عال لكن ولك صور فيه مقدمك انت فارض النفس يا ابو علي فارض النفس فبيض الله وجهك بياض الشاش صار على ما وجهك يا ابو علي والله ما وجهت الا خاطر شيء يقول يا قدام انت انفضحتنا ما تفضحنا واحد انت اللي استرعد على ما وجهك والله ما وجهت فيصل عرجل ترى موتري تحت امرك لا اللي بيقول له في خاطر كلام من يودع فيه ويذكره بالخير فيه رفيقي اللي غير عن كل الرفاق أجمل لي الله يفرجك الوقت نقضيها معا ليت الزمان يعود في نفس السيام وروي جم الحال الله عليك ميز طبعا فروتي لك يا زيد نسان وياك الله انت مو تري تحت امرك راح فيه وبقول جومك على راحتك الله يطول عمرك وسحاب سباقنا على العلم الطيب الاول والثاني مو تري تحت امرك عز الله كل بينا ما قد مو تر مع فهد بن فارع ومو تر تحت امرك الله يطول عمرك وبيض وجيهكم وسلم وسلم يجمل حالكم وكل ما جاء مطر وكل ما جاء مطر ما نتذكر صوت المطر عود بذكراه والغيم كنه داريني عندي لكم طلب بسيط عندي لكم عندكم لي طلب بسيط انا اعطيكم انكم ما تنسوني ما تنسي يا ابو علي
في البث بس. الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم. انا داري والله ذش لبي الطيب ما انت يا ابو علي وانت كنت حاضر. ونذكرهم اخواننا اللي طلعوا كلهم بالطيب، ابو ناصر وسلمان وعمر والشباب قبلهم السبعه كلهم. بإذن الله من بكرة بسجلها بإذن الله، ندشنا خلال الأسبوع هذا بإذن الله ما تنام عينا. الله يسهل عليكم إن شاء الله. الله يسهل عليك والله. أنا بنفقد كبع عيان. الله يطول عمرك ويبيض وجيهكم ويجمل حالكم. يا سلام عليك. بسم الله ربي يقاك كبعي. الله يحفظك. الله يحفظك أبو علي. عايش مع الضيقات في رحلة سباق.